بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيه. هذا السائل أبو عبد الله يقول: الشيخ في الآية يقول ما المراد بالآية ويقولون حجرا محجورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذه الآية فيها رد على الذين طلبوا رؤية الملائكة لو نرى ربنا، فالمشركون تعنتوا وقالوا أو نرى الملائكة. الله جل وعلا رد عليهم فقال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة لا يرون على صورتهم وخلقتهم، ما يستطيع البشر أن يراهم على خلقتهم، لكنهم يأتون بصور معروفة، صور آدميين، تمثلون بصور آدميين لأجل أن يتفاهم البشر معه. ولو جاءوا بصور الملائكة ما استطاع البشر أن يقابلوهم ولا أن يتفاهموا معه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنهم يأتون بصور مألوفة للبشر حتى يستطيعوا مراجعتهم. ولكن إذا جاء العذاب أو قامت القيامة فإنهم يأتون على صورهم وعلى حقيقتهم ويراهم الناس ويفزعون عند رؤيتهم. ولهذا قال: يوم يرون الملائكة، يعني وقت نزول العذاب أو وقت قيام الساعة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا، أي ممنوعا. الحجر هو المنع، ولذلك سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي ذي عقل، لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق. ويقولون حجرا محجورا، أي ممنوعا. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل الشيخ صالح يقول: نقرأ ونحن في الابتدائي والثانوي والمتوسط بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ما المراد بذلك؟ المراد بذلك أن الإسلام دين كامل للأولين والآخرين وقت نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان، يعني لأهل كل زمان ولأهل كل مكان، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، فرسالته عامة لكل زمان ولكل مكان، والإسلام صالح لكل زمان ومكان. نعم. في أسئلته السؤال الثالث والأخير يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أود يا فضيلة الشيخ أن تشرحوا هذا النزول في ضوء الكتاب والسنة. نعم، هذا متواتر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، بكل ليلة. وهذا من رحمته بعباده سبحانه. ونزوله إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل أبو عمار يقول: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن أحد الصحابة يموت وحيدا ويبقى وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، من هو هذا الصحابي؟ هذا الصحابي هو أبو ذر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يموت وحيدا ويبعث وحيدا، وقد حصل ذلك. فأبو ذر رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الربذة، إلى الربذة قريبا من المكان الذي يسمى ضرية، وحده، وعاش وحده هناك إلى أن توفي رضي الله عنه معتزلا عن الناس. نعم. شخص الشيخ عليه قضاء يوم من رمضان ويريد أن يصوم يوم عرفة بدله. لا، ما يصلح هذا. يوم رمضان هذا فرض عليه، ويوم عرفة هذا سنة، يصوم اليوم الذي عليه، وإذا جاء يوم عرفة يصومه طلبا للفضيلة، فضيلة يوم عرفة، ولا يجمع بين هذا وهذا، يصوم القضاء الذي عليه
وإذا جاء يوم عرفة هذا زيادة خير يصومه تطوعا. نعم. هذا يستفسر عن آيتين، الآية الأولى في قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا في المنافقين، قول الله جل وعلا في قلوبهم مرض، مرض الشبهة ومرض النفاق والعياذ بالله، فزادهم الله مرضا عقوبة لهم. نعم. الآية الثانية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم، الله جل وعلا قد يسلط على الكافر فيزين له سوء عمله، يزينه له الشيطان، يزينه له الشيطان فرآه حسنا، فهو يرى السيء حسنا لانتكاس فطرته وذوقه عقوبة له. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل أبو أحمد يقول من هم أهل الشجرة في الآية الكريمة حفظكم الله؟ المراد بهم الحديبية، بيعة الحديبية، بيعة صلح الحديبية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فصده المشركون هو وأصحابه ومعهم الهدي، صدوهم في مكان يقال له الحديبية قريبا من التنعيم أو هو طرف التنعيم، صدوهم عن الدخول إلى مكة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يتفاوض معهم لعلهم أن يرجعوا عن فكرتهم وعن صد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمحوا بدخول الرسول وصحابته للعمرة، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، لما بلغهم الخبر بايعوه على الموت أنهم سيقاتلون المشركين تحت شجرة، الشجرة هذه في الحديبية، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة. كان بعد ذلك من الناس من في عهد عمر من يذهب إلى هذه الشجرة يتبرك بها، فسأل عمر رضي الله عنه لماذا يذهبون؟ قالوا يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان، يعني يتبركون بها، فأمر بها عمر رضي الله عنه فقطعت درءا للفتنة. نعم. أحسن الله إليكم، المسافر يا شيخ إذا وصل مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ نعم، ما دام أنه مسافر له أن يفطر وله أن يمضي ويكمل صيامه، كونه يكمل صيامه أحسن، لما بدأه دخل فيه فكونه يكمله أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، البستان المليء بأنواع الأشجار التفاح والبرتقال والفندي، يقول هل على هذه الثمار والفواكه زكاة؟ ليس عليها زكاة، الخضروات والفواكه ليس عليها زكاة في ذاتها، ليست مثل الزروع والثمار، لكن لو باعها وحصل على ثمن منها وحال عليه الحول فإنه يزكيه، أو كان يبيع ويشتري بالفواكه فهذه عروض تجارة يزكي قيمتها. نعم. اشرحوا لي حديث يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم هذا حديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من أذى يده فلا يضرب ولا يقتل، ومن لسانه فلا يغتاب ولا يكذب ولا يحرش على الفتنة، فهذا هو المسلم، سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تمام الحديث. نعم. يقول السائل أبو عمار، والدنا في 80 من العمر وهو ملقى على فراشه منذ زمن لا يتحرك، وباله وفكره يذهب ويجي، فضيلة الشيخ نذكره بالصلاة فيهز رأسه، هل علينا أن نوقظه للصلاة أو يكفي وهو على سريره؟ إذا كان عنده فكر وعقل أمره بالصلاة ويصلي على حسب حاله وهو على سريره، ويتيمم بدل الوضوء إذا كان الوضوء يشق عليه، ويصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا كان قد ذهب فكره هذا لا ليس عليه صلاة لأنه لا يعقلها. نعم. يقول هذا مصري مقيم، أنا أدرس أبناء كفيلي 5 القرآن وأخذ أجرة في آخر الشهر على تدريسي لهذا القرآن غير راتبي. لا بأس بذلك، يجوز أخذ الأجرة على تعليم
القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يجوز أخذ الأجرة على تدريس القرآن وأخذها على الرقية. نعم. سلامة يقول: شيخ، هذا الحديث أو هذا الأثر: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، حديث قاعدة من قواعد الإسلام. القرض المراد به القرض الحسن الذي يقصد به التقرب إلى الله وقضاء حاجة المسلم ثم يرده إلى المقرض من غير أن يأخذ عليه فائدة أو منفعة. فإن أخذ عليه فائدة أو منفعة فذلك ربا، حكم الربا. نعم. أبو علي يقول: من الله علي وأقرضت زملائي في العمل مبالغ مالية منذ 5 سنوات، 30,000، 50,000، 100,000، وحتى الآن لظروفهم لم يردوها علي، هل أزكي هذه الأموال وأنا أعرف كم هذه؟ إذا كانوا معدمين وفقراء ولا تدري هل يرجع إليك مالك أو لا يستطيعون الوفاء فلا تزكيها حتى تقبضها، إذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة، سنة القبض. نعم. فضيلة الشيخ، وأنا محرم أسأل عن الباعوض والحشرات وما يلاقيني في مسيرتي وأنا في العمرة، لو مثلا هذه الحشرات أهلكت شيئا منها؟ لا بأس بذلك، المؤذي يقتل في الحل والحرم، إذا قتلتها دفعا لشرها فليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هدي التمتع وهدي القران متى يجب وما الأفضل فيهما؟ هدي التمتع وهدي القران هذا نسك، من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، إذا جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة سواء كان متمتعا أو قارنا فعليه الهدي، هدي نسك هذا. نعم. يقول: بماذا تنصحونني وأنا لم أؤدي فريضة الحج وقد بلغ عمري الآن 40، أي المناسك أخذها؟ الأفضل التمتع، أن تحرم بالتمتع، تؤدي العمرة أولا إذا وصلت إلى مكة تتحلل منها، ثم تحرم بالحج يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة تحج، ويكون عليك فدية التمتع. نعم. أبو علي من عنيزة الشيخ يقول: هل يجوز أن يسجد الشخص إذا مر بآية فيها سجدة تلاوة وهو في السيارة بالإيماء، علما بأنه في بلده ليس مسافرا؟ نعم، يسجد بالإيماء السيارة، لأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض أو على المصلى، يسجد بالإيماء برأسه ويخفضه. نعم. أبو علي يقول: ما نصيحة الشيخ لأولئك الشباب الذين يجلسون في الاستراحات يوميا ويقضون جل هذه الساعات في القيل والقال وتضييع الأوقات وغيرها؟ لا يجوز لهم ذلك، هذا فيه إثم وفيه مضيعة للوقت، لا يجوز لهم ذلك، وربما يتساهلون في الصلاة في وقتها، لا يجوز لهم هذا العمل. نعم. يا شيخ، هذا يسأل عن صلاة التراويح، هل هي خاصة في رمضان وهل لي أن أصلي هذه الصلوات في البيت؟ صلاة التراويح خاصة برمضان، بعد صلاة العشاء براتبتها تصلى صلاة التراويح خاصة في رمضان، أما في غير رمضان قيام الليل، يقوم ما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره ويختم ذلك بالوتر. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، ما أفضل الدعاء يقول الوارد في دعاء القنوت؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. يقول هذا الدعاء ويضيف إليه ما تيسر من الأدعية. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات مع أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفضيلته وشكرا لفريق العمل، ولكم التحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.